إذا كنت ترغب في خوض مغامرة فعليك بالذهاب إلى الصحراء السوداء. تعد الصحراء السوداء إحدى أجمل المعالم السياحية في مصر، إذ تكونت من عوامل جيولوجية جعلت منها مزارا سياحيا جميلا لا مثيل له في العالم. تقع الصحراء السوداء شمال الصحراء البيضاء، وهي قريبة من الواحات البحرية جنوب واحة الفرافرة. سميت بهذا الاسم لوجود طبقة من المسحوق الأسود يغطي جبالها وهضابها ورمالها. وعلى أطراف الصحراء توجد تلال بركانية سوداء تعطي المنطقة سحر خاص. صارت منذ عصور ماضية وأخرجت مادة بركانية تسمى الجاسبر، وهي مادة التي تتكون منها الصخور السوداء. يوجد أيضا في الصحراء السوداء جبل المرصوص، وهو واحد من أشهر الجبال الموجودة في هذه المنطقة. هو عبارة عن فوهة بركانية مغطاة بالكامل بمادة الجاسبر البركاني. تلك المادة التي تتوزع على الجبل بشكل خلاب. وأيضا يوجد جبل البانوراما الذي اعتاد الزائرون على الصعود عليه لالتقاط الصور الرائعة للصحراء السوداء. أترككم الآن مع فيلم وثائقي مصور عن الصحراء السوداء، ثم نعود مرة أخرى. الصحراء السوداء. انتظروني في حلقة جديدة من برنامج ايجيبت مزار اوف ذا وورلد.